عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. اول امبارح قررت ان انا اعمل تشيز كيك لوتس، ودخلت المطبخ وعملتها والحمد لله طلعت ناجحه. طيب حد يسالني ايه الطريقه، هقول له ان انا هسيب الطريقه تحت في صندوق وانا باكل امبارح تشيز كيك لوتس، وكنت مستمتعه بيها جدا. قلت طب هي ليها تاريخ او مين اللي اسسها، بما ان انا بعشق حاجه اسمها تاريخ. ولقيت ان هي الشركه اتأسست في بلجيكا سنة 1932. أسسوها ثلاث اخوات، هما جان وإيميل وهنري. انا هكتبهم عشان لو نطقتهم غلط. ثلاث اخوات دول أسسوها. طيب هما بدأوا ازاي؟ قبل ما يأسسوها بدأوا كانوا بيصنعوا الحاجات ديت في البيت، وكانوا بيوزعوها للزباين لغاية ما اشتهروا جامد جدا، وبدأوا ان هما يأسسوا الشركة بتاعتهم، وهي دلوقتي مشهورة جدا وموجودة في كل انحاء العالم، اتعمل منها اكتر من منتج، يعني مثلا زي زبدة اللوتس. طيب انا كده خلصت الفيديو. اتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو النهاردة، ومتنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيه. اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.